ازيكم يا شباب؟ الحلقه اللي فاتت احنا سيبنا الطياره، المكنه اليمين دايره في المود ومدخلين كل حاجه وجاهزين على ان احنا نبدا ندور الحاجات ونتحرك. اوريدي خدنا اذن من برج ان احنا نعمل تاكسي ونروح رمايه 24، مجهزين اللاي اوت بتاع المطار في الابلكيشن ديسبلاي اللي قدامنا في المالتي فانكشن ديسبلاي. دلوقتي احنا هناخد دي ونبدا نحقق اللي هو التشيك ليست بتاع البورتال. نقول له نورمال بروسيجر بيفور ابلكيشن، تمام. كوبي دولار سيستم لوج اف ام اس داتا سكيب اوف داتا كونفيرمد، خلاص اوريدي احنا دخلنا الكلام ده. التريمز الفري اكسس سيت يقول لنا تريمز فري اكسس، اوكي هنعرف التريم من هنا 1.1 اب، يجي هنا كده نقدر نعرف مصدر الطلعة كده بقى 1.2. اوكي بقى كده الترينز، اوكي دورز كلوزد، نقفل البيبان. دورز كلوزد، اوكي سيت بيلتس اون بيكون. اكشن كل الانوار هنهار on. يبقى نروتيت ال ريدي اوف اوبزرف ان 2 ان بي، سوري هو ان نص، وبعدين هنيجي هنا ونقول له سيريلايز، نبدا ندور المكاش بالك الروتيشن، هي الروتيشن بتاع المروحتين اتش يعني ستيبلايز. ندور انجن 1 10 جاز ستيبلايز ستيبلايز كده. عندنا ايرور كود اي اي سينج الفا شغل اي سينج اكويبمنت، شغل اي سينج اكويبمنت تمام. نرجع تاني طب يو اس يكون ايدي وبيتكون هاتش كلوز، هي دي اكتر كده تكون روت انت انتي اي سي انتي ار يو او مانجر. ال تي ار يو اللي هي ترانسفورمر فاير يونت، ان سكيب بس لابس 15 رم نصبي سترينج بروسيجر كومبليت، نشيل الشخص كامل بالك ان انت مجرد ما تنزل الرم وتشيل الشوك الطياره هتمشي.
بالراحة. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نقوله البلان اللي في ايه على الخط. خد بالك من التريك دي عشان النزوه تبقى بالظبط قدام على الخط، شايف اللمبتين اللي فوق بعض دول حاول تخليهم فوق الخط، هتلاقي النزوه بالظبط على الخط. احنا قبل الرنوي ناخد اذن المقطع تاكسي لايت اون جايدنس كنترول بانل، البانل اللي هو الاوتوبايلوت. ماشي، الاوتوبايلوت احنا اوريدي عملناه ألف قدم. أوكي، إيكو بريد فورمت جاست لوك. رايت كنترولز تشيك، كم ديتكت، ترانسبوندر تكس تشيك، إير فيو، فور، كابن تو وايز، إنجن أز ريكوايرد. حاجة مهمة الأكسجين. أوكي، اون بورد نقطة Mature Tower Foxtrot Whiskey Whiskey Lima Yankee at runway 24 ready for departure to the south. Foxtrot Whiskey Whiskey Lima Yankee wind 265 at 4. Departure to the south approved. Cleared for takeoff runway 24. Cleared for takeoff runway 24 Whiskey Lima Yankee. شويه هنقف على السيستم نرفع لخمسة كيلوين ونستنى انها تطير لوحدها. Don't sink. Don't sink. Whiskey Lima Yankee, leading my airspace frequency change approved. دايما ما تعتمدش قوي على البايلوت، خليك معاه. Mature
Roger Tower, Foxtrot, Whiskey Lima, Yankee frequency change. يبقى نبص هنا على engines نحاول ان احنا ننزل النصب شويه، نحاول ان احنا نخلي الاتش هوك 5 ديجري بالظبط، هتلاقيها بتعمل معاك توست تايم بس كده. ننزل النصب ونزود السرعه. اول ما تبقى عند 5 ديجري كله اتش كده بالظبط. اتمنى ان انا اتركه في الحلقه دي، اتمنى ان انا اقدم فيها معلومات مفيده.